دلوقتي الكابتن الكبير الكابتن ناصر النني والد نجمنا العالمي محمد النني. يا كابتن ناصر اهلا وسهلا حبيبي بحضرتك. حبيبي يا امير، ازيك حضرتك؟ عامل اخبارك ايه؟ ايه يا فندم؟ كله الحمد كويس؟ لله تمام والله. انا عايز ابارك لك على مستوى النني في دوره الالعاب الاولمبيه، لان يعني في الحقيقه البعض بشكل منطقي توقع ابتعاد النني عن مستواه لانه هو ترك ارسنال، رحل عن الفريق في مرحله بيفكر فيها في مستقبله، هيروح هنا هيروح هنا هيروح هنا، لكن الكل تفاجأ بمستوى ما شاء الله لا قوه الا بالله احد اهم لاعبي منتخب مصر في الماتشين لحد دلوقتي الحمد لله هو محمد الحمد النني. لله الحمد لله تمام ما شاء الله. محمد ده عامل مستوى جميل، ماتشين يعني ماتشين من اجمل الماتشات، يعني اكنه مثلا لعيب بقاله بيلعب في الملعب مثلا بقاله مثلا سنه بيكمل في الدوري بالظبط، ما مثلا. شاء الله عليه ما شاء الله عليه. الحمد لله يعني الحمد لله. كان بيستعد ازاي محمد مني طول الفتره اللي فاتت دي يا كابتن ناصر؟ محمد طبعا بيتمرن بقوه على طول، ما يعني يعني محمد عنده اراده وعزيمه في الكوره غير عاديه بصراحه يعني. يعني الحمد لله الواحد متوقع له كمان الماتشات الجايه باذن الله ان شاء الله، يعني اعلى من كده باذن الله ان شاء الله. هو قدوه في الحقيقه، هو قدوه كبيره لكل الشباب المصريين يعني في كره القدم ربنا تحديدا. يكرمه الفتره الجايه باذن الله يا رب. ايه التواصل الاخير كان ما بينكم والروح المعنويه عند منتخبنا؟ طمنا. لا ما شاء الله والله، يعني الاولاد بصراحه ما شاء الله عليهم، يعني متفاهمين مع محمد بيحبوه كويس ومستجيبين يعني الحمد لله، واداء جميل جدا من الفرقه والله بجد، يعني عاملين ماتشات هايله بصراحه. يعني متوقع لهم يوصلوا لاعلى حاجه ان شاء الله، وعندنا افضل من كده باذن الله واحد احد باذن الله. طيب بخصوص مستقبل محمد يا كابتن ناصر، النهارده بعض التقارير قالت ان محمد النني بيقترب من الدوري الاماراتي وبالتحديد الجزيره الاماراتي، صحه الكلام ده ايه؟ لا برضه لسه يعني لسه قويل والله محمد، يعني لسه ما اعلنش على حاجه ولا يعني هو مركز دلوقتي مع المنتخب الاولمبي والله لسه يعني. مركز اوكي انا فاهم، لكن طبعا. لكن في كل الاحوال هل في عرض بالفعل تلقاه محمد من الدوري الاماراتي؟ يعني لسه والله ما فيش حاجه، يعني ما فيش عروض رسميه وصلت في النني؟ لا لسه والله ما فيش ولا عرض رسمي لسه والله. طيب هل دخل النادي الاهلي على الخط في مفاوضات مع النني او حصل تواصل حتى لو بشكل ودي؟ برضه ما فيش حاجه رسميه، مش حاجه رسميه. ما انا بسال على على الشكل الودي او بالشكل الودي حصل حاجه؟ لسه والله لسه ما حصلش، ما حدش استطلع راي النني او ما حصلش اي تواصل من خلال وسيط مثلا؟ لا والله لا لسه خالص لسه. انت بتتمنى ايه للنني يا كابتن ناصر؟ بتمنى هو يبقى مبسوط وهو شايف الحاجه اللي هو الصح ومصلحته، هو شايف احسن مننا مستقبله فين وربنا يكرمه باذن الله يعني. اكيد. طيب ده على مستوى محمد نفسه، اما على مستوى والد محمد هو بيتمنى له ايه؟ طبعا في مصر طبعا النادي الاهلي طبعا، بره تتمنى انضمامه للنادي الاهلي؟ طبعا طبعا وبتشوف هي دي المرحله الانسب اللي ينضم فيها محمد النني للنادي هو الاهلي؟ هو حسب برضه حسب هو شايف انا إيه؟ فاهم، انا بسال والد محمد. يعني انا معلش في مصر انا بقول لك النادي الاهلي ده متربي في النادي الاهلي والكلام ده يعني. طب لو جاله مثلا عرض كويس من الزمالك او بيراميدز في الدوري المصري؟ لا النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي هو متربط فيها يعني هو بقول مصر النادي الاهلي، بره في اوروبا بقى حسب هو ما رغبته وحسب برضه هو شايف مصلحته ايه او اللي ناسبه ايه. طيب حضرتك احد اهم المحيطين بمحمد النني، الدماغ عند محمد رايحه ناحيه ايه؟ عايز لسه يكمل في اوروبا ولا شايف ان دلوقتي يرجع لو النادي الاهلي عايزني ارجع وانضم للنادي الاهلي عشان يحقق حتى حلم والدته اللي ده ياما اتكلم عنه؟ هو حسب برضه محمد هو دماغه فين او مصلحته. اكيد بقول لك يا كابتن ناصر، كابتن ناصر انت اكيد عارف محمد بيفكر في ايه. لا والله والله العظيم صدقني انا بكلمك كلام لان محمد دماغه غيرنا كلنا يعني. انا بتمنى يبقى هنا، هو برضه شايف الانسب والاحسن له، هو اكيد يعني لعب في الارسنال وعارف الدنيا ماشيه ازاي كده احسن مننا يعني. اكيد في كل الاحوال نتمنى له يا رب كل حبيب. التوفيق، تمنياتك عرفناها اكيد حبيب. لكن ان شاء الله باذن الله يتالق اكتر واكتر حبيب. مع منتخبنا حبيب. وفي اي حبيب. نادي ينضم اليه في حبيب. الفتره حبيب. الحاليه بشكرك شكرا حبيب. جزيلا كابتن ناصر حبيب. شكرا حبيب. شكرا كابتن ناصر النني والد نجمنا الكبير محمد النني اللي بصراحه عامل بطوله لحد دلوقتي اكثر من رائع.